صباح لحضراتكم من جديد مشاهدينا. الذكرى الأولى لمحمد محمود سنة على الأحداث اللي ابتدت يوم 19/11/2011 وكان فيها الكثير من الإصابات، كثير من الدم، كثير من الذكريات المؤسفة والصعبة جدا. ولكن الحقيقة يمكن طول الوقت عندنا بيطلع الأمل من قلب الألم، الألم الكبير جدا والضحايا الكثير والذكريات المؤسفة ورتنا صورة تانية، صورة أن احنا شعب لدينا الكثير من الخير ولدينا الكثير من البطولة والأبطال، سواء الأبطال الأطباء أو الأبطال المصابين المصرين والمصممين على مواصلة الحياة وعدم الوقوف لحظة أمام محاولة الإعاقة من خلال التنشين والتصويب على العيون. ودي كانت الظاهرة الأكبر اللي ابتدت يوم محمد محمود، وعندنا الشعار الأشهر جدع يا باشا جت في عينه. كانت عملية ترصد للأسف الشديد، ولكن في نفس الوقت في المقابل كان في جهد كبير جدا من بعض الأطباء الأبطال اللي رصدوا كتير من الوقت وكتير من المجهود وكتير من الأموال أيضا لإعادة التأهيل ولإنقاذ عيون الشباب الأبطال. خلونا نتعرف على هذه التجربة الرائعة من خلال لقائنا مع الدكتور يحيى صلاح الدين، أستاذ طب العيون بالقصر العيني. صباح الخير يا دكتور. بتشرفنا ايضا دكتوره رانيا صبحي، استاذ مساعد العيون بالقصر العيني. صباح الخير. وبيشرفنا الاستاذ والزميل محمود العزالي، مراسل قناه النيل للاخبار ورئيس تحرير النشرات فيها. صباح الخير. صباح الخير. طيب اسمح لي ابتدي معاك استاذ محمود. كنت مراسل للنيل للاخبار وكنت راصد للاحداث والوقائع وكنت بتنقل الخبر، نقلت الخبر من هنا وكنت الخبر بعد شويه بعدما اصبت، ايه اللي كان حصل بالظبط؟ انا شاركت في احداث محمد محمود الاولى كمراسل للقناه، اصبت في احداث محمد محمود الثانيه في شهر 2 اثناء تغطيتي ايضا للقناه. في احداث محمد محمود الاولى لم تختلف عن محمد محمود الثانيه، المشهد الرئيسي كان والمنظر كان حاجتين، الصوت والصوره. الصوت كنت اللي موجود في ميدان التحرير او في شارع محمد محمود كان دايما لازم يسمع أصوات الرصاص بأنواعه. الشرطة كانت تستخدم جميع أنواع المقذوفات، لا تستثني شيئا أبدا، كانت تستخدم القنابل المسيلة للدموع، كانت تستخدم القنابل الحارقة، كانت تستخدم الرصاص المطاطي، كانت تستخدم الخرطوش بأنواعه إذا كان مطاطيا أو معدنيا مثل الذي أصبت به في الحادث الثاني. كانت الصورة خرطوش معدني اللي أصبت بيه، خرطوش معدني. كان ده في مقابل كنا نقدر نوصفه ووصفته بالفعل انه في استخدام لقوة مفرط جدا وغير متوازي، بمعنى ان هناك البعض من بعض المتظاهرين السائر لما حدث في خلال فضل اعتصام الذي رأوا انه معاملة لا تليق باهالي الشهداء والمصابين الذين تواجدوا بعد جمعة المطلب الواحد. مجموعة من المتظاهرين كانوا يطالبون بحقوقهم الطبيعية التي لم يحصلوا عليها حتى الآن، حتى أنني حينما أذهب في هذه الأيام إلى المجلس القومي لشهداء ومصابي الثورة لست كأحد منهم، لأنهم لم يعترفوا بي حتى الآن أنني أحد مصابي الثورة، ويطلبون استثناءات لا أريدها بالطبع. ولكن أستطيع أن أقول لم يحصل الجميع على حقوقهم كاملة، وما زالت هناك من فقد عينه ولم يجد حتى الآن العلاج. أصبت بخرطوش معدني. نعم. في عينك الشمال. اليمنى. في اليمين. تمام. والنتيجة كانت؟ لحد حتى الآن أجريت 4 عمليات، العملية الأولى كانت على يد الدكتورة رانيا والحمد لله كانت انفجار في العين، ثم أجريت بعد ذلك 3 جراحات في بلجيكا، آخرها كان الشهر الماضي، لربما جراحة أخرى في شهر يناير المقبل، ولكن الحمد لله لا إعاقة ولا أشعر بأي شيء، فما زالت هناك البصيرة موجودة ولا أشعر بأي شيء، وما أريده سأحققه في القناة رغما عنهم جميعا بإذن الله. بإذن الله. يعني هي فعلا القدرة على البصيرة وليس فقط البصر. دكتورة رانيا، يعني قضيتي العملية لمحمود وتعرفتي على الحالة منذ البداية، إزاي كان حال العين وهل الحالة كانت متشابهة مع حالات تانية؟
طبعا حضرتك عارفه كل الحالات اللي كانت بتبقى مصابه من الخرطوش داخل العين. بالنسبه للاستاذ محمود كان عنده خرطوش داخل الجسم الزجاجي بتاع العين، هو بيبقى فيه جرح من خلاله بيحدث بعد دخول الخرطوش ده في العين. الحمد لله قدرت اقفله الجرح ده، وبعد كده بيحتاج بعد كده عمليات تانية. كان عنده نزيف على الشبكيه ونزيف في الجسم الزجاجي وانفصال شبكي. فاول مرحله كانت مرحله اللي هو ان احنا نعمل قفل الجرح ده، ثم بعد كده بتبقى العمليات التانية. هو لحد دلوقتي عمل 4 عمليات زي ما هو قال، اتعمل له عمليه انفصال شبكي تانية في الخارج ورجع تاني الانفصال. ليه في الخارج؟ هل احنا مش قادرين، مش مجهزين بما يكفي مستشفياتنا او قدراتنا لاجراء العمليات اللي اجريت في الخارج؟ لا احنا جاهزين وكل حاجه، يعني كل المستشفيات عندنا جاهزه، بس هو كان الدكتور الاستاذ محمود كان يعني من رغبته ان هو كان يسافر، فاحنا ساعدناه في هذه الرغبه ان هو يسافر وراح عند جراح من زملاء الجراحين اللي عندنا هنا. ومين تحمل التكاليف؟ جهاز كانت على نفقه الدوله، على نفقه الدوله تحملت الدوله تكاليف العمليات الثلاث في الخارج، وبالإضافة إلى العملية كل العمليات. كل العمليات تمام. دكتور يحيى صلاح الدين، حضرتك من المبادرين ومن من بدأوا وتحملوا هذه المسؤولية بشكل رائع وبشكل إدى مثل وقدوة وأمل كبير، يعني بقدر ما كان كل الشباب خايفين ومرعوبين وبقدر حماسهم للنزول، بس كانوا مطمنين أنه في دكتور يحيى صلاح الدين ودكتور محمود سليمان، ولو حصل حاجة لعيوننا عيوننا هتكون في إيد أمينة. إزاي بدأ حماسكم لإجراء هذه العمليات وتبنيها؟ والأول بس أحب يعني أعزي كل أهالي المصابين توفوا الأطفال في أسيوط، وكل اللي بيموتوا كل لحظة في الطرق، حوادث الطرق. وحماسنا ابتدى مع الثورة عشان كرامة البني آدم، عشان الإنسان يبقى ليه قيمة في مصر، وده الثورة دي قامت عشان كده. والشباب والناس اللي راحت عيونها دي وعملوا كل التضحيات اللي عملوها، راحوا عيونها وحياتهم واللي جالهم إعاقات عشان كده. وإحنا أقل حاجة ممكن نعملها، ومش إحنا بس، كل الدكاترة اللي كانت بتقدر تعمل واجبها، لكن الاهتمام حصل عشان إن إحنا عايزين البلد دي تبقى أحسن. والشباب من أول الثورة لغاية مرورا محمد محمود لغاية دلوقتي، هما كانش عايزين حاجة غير ان البلد دي تبقى كويسة. اول حاجة في البلد دي عشان تبقى كويسة الانسان يبقى عنده كرامة. ما ينفعش في ذكرى محمد محمود الاولى اللي هو الناس كان ساعتها نزلوا، لو كلنا نفتكر ان هما كانوا نزلوا عشان المعاملة المهينة ليه الاهالي المصابين، وانا عارف منهم مصابين كتير وحكوا ازاي حصل كده غير اللي احنا شفناه في التلفزيون. لكن كل الناس اللي بعد كده نزلت مش بس عشان المعامله المهينه للبني ادم، سواء بقى هو مصاب ثوره ولا لا، الانسان المصري. وشفنا اللي اترمى في الزباله، وشفنا اللي اتجرت من شعرها، وشفنا اللي اتهانت واتسحلت على الارض. الناس، كل الناس اللي راحت، احنا انا واحد منهم، ولادي، اصحابي، ناس كتيره من كل المجتمع، العدد المهول اللي كان موجود هناك ما كانش حد فيهم نازل عشان سياسه خالص، كله نزل عشان الكرامه. وبالتالي المصابين دول كان الشباب دول كلهم كانوا لما احنا كنا بنشوفهم، وده كان واجبنا، انه بالاصابات الجسيمه دي كانوا كلهم، كل اللي بيقولوه ان هم مش زعلانين ان عينيهم راحت عشان البلد تبقى احسن. لكن يمكن حضرتك تعرفي في الاعداد في الحلقه دي ان احنا كل الناس بعد السنه دي محبطين، وكتير من المصابين محبطين، لان هو حس ان هو كان دايما كلهم سعداء ان بيقدموا حاجه للبلد دي، لكن بعد سنه هم حاسين لا، يعني لسه كل حاجه زي ما هي، لسه كرامه المصري ملهاش قيمه، حياته ملهاش قيمه. فده شيء يعني محزن، يعني شيء محزن وشيء محبط. ولكن لو بصينا، يمكن لو وسعنا الدايرة وبصينا على نماذج كتير حضراتكم منها، صعب ان احنا نحبط. يعني الطبيعي والمعتاد تفكير اللي بيقول انه اللي كانوا بينزلهم شباب ثائرين واخدهم حماس وفورة الشباب، وبالتالي مش عايزين الامور تهدى، ولكن انه يكون في وعي من طبيب وجراح واستاذ
الجهاز ولديه عمله وعيادته ووضعه ومكانته الأكاديمية والعلمية كان ممكن يقول أنا مستريح أنا مالي، ولكن أنه يكون في إصرار على فكرة الكرامة حتى الآن، حتى وإن كنا محبطين إحنا عندنا أمل أن إحنا عمرنا ما نتخلى على يعني الهدف ده بأي شكل من الأشكال. رجعت بعد قد إيه لشغلك كمراسل محمود العزالي في قناة النيل للأخبار؟ أنا في العملية بعد العملية الثانية بالضبط رجعت كمراسل. كان في أحداث الدستورية العليا، كان فصل في موضوع مجلس الشعب معلم. عدت قبل موعدي بحوالي 15 يوما لكي أقوم بتغطية الحدث. فلن تتكرر مرة أخرى دستورية عليا، ولن يتكرر حل مجلس الشعب بهذه الطريقة. فكان لابد أن أحضر هذا المشهد، ومن ساعتها عملت فقط في انتخابات الرئاسية. أنا ربما لا نرى انتخابات مثل هذه الطريقة مرة أخرى. ثم توقفت عن العمل لأن ما كان من قبل ما زال حتى الآن نفس الأسلوب، لم تتغير السياسات بعد نأمل في ذلك، ولذلك لا أعمل لأن هناك بعض المشاكل. عندك مشاكل إدارية؟ ليست مشاكل إدارية أكثر، هناك بعض الأشياء لا أريد أن أتحدث عنها، أنا لا أريد أن أتحدث عن القناة في أي مكان. ليها علاقة بأنك أصبت خلال الأحداث؟ ليها علاقة بعينك؟ ربما لمواقفي، هم لا يستطيع أحد أن يثنيني عن أي شيء يمكن أن أقوله. لا يمكن أن أقول أنني كمراسل لي توجهات الخاصة، ولكن ما أعرفه وما أدركه وما تعلمته أنني يجب أن أقول الحقيقة فقط. من الممكن أن أكون هنا في سي بي سي ويكون القناة لها منهجها الخاص، أقبله أو لا أقبله هذا مكان خاص، ولكن في التلفزيون المصري في هذه القناة التي أحصل على راتبي من الشعب المصري وليس من أي ممول آخر، لابد أن أقول الحقيقة. هذا لا يعجب الكثيرين. كانت الحقيقة خاصة أو عامة، فكرة المنهج الخاص غير مقبول. يعني وظيفة أي إعلامي هو نقل الحقيقة كما هي ونقل وجهات النظر المختلفة بالطبع. من خلال رؤى مختلفة. وأعتقد أنه هنا المراسل كمان بيكون ليه دور، مش بس أن هو يستمع للناس وينقل رؤاهم وجهات نظرهم، ولكن أيضا مشاهداته من على الأرض. إحنا بنقدرك جدا وبنحترمك جدا محمود العزالي، وفخورين بيك ومتأكدين دين على من قدرتك على مواصلة مشوارك ونجاحك طالما تمتلك هذه البصيرة اللي هي ربما عزت في الزمن بالأشكال المختلفة. في زملاء كتير بيعملوا، ولكن بتأكيد. المشكلة في أن نحن من نعطي نفسنا سقف الحرية. أكيد. لم يقل لأحد لا تعمل كذا. ربما كانت هناك إشارات وإيماءات، ومن قال لي مثلا حينما عدت من تغطية أحداث محمد محمود في يوم 21/11 وقمت باستعراض على الهواء مباشرة كل ما تطلقه الشرطة على المتظاهرين وأنواعه، وقلت أيضا ما يقوم به المتظاهرون تجاه الشرطة. قلت كل ذلك. حينما عدت إلى القناة قال لي البعض، لا أريد أن أسميهم لأنني أحترمهم على المستوى الشخصي، ما فيش حد راضي عنك. كنت ساعات سعيدا جدا لأنه إذا كان هذا الحد أو هذه الشخصية لا ترضى عني لأنني لا أمالئها ولا أمالئ القيادات العليا، ولكنني فقط أعمل ما يمليها عليه ضميري وما أراه بعيني فقط، فأنا سعيد. ساعتها قلت له إذن هل أكمل تغطية الأحداث؟ وغريب أنني أكملت الأحداث، ولكن كان بشرط وحيد ألا أفاجئهم على الهواء مرة أخرى. وبالفعل لم أفاجئهم على الهواء مرة أخرى، ولكن خرجت بطبيب فاجئهم على الهواء بما لا يحبون، وهو الدخان والقنابل التي قيل ساعتها أنها محرمة دوليا، والتي الجميع من ذهب إلى الميدان شم رائحتها بأنها غريبة. ربما هي فعلا محرمة دوليا، لأن حينما دخلت الميدان في تلك الليلة وجدت أنني أشعر بالاختناق منذ دخولي عبد المنعم رياض بسبب الدخان الذي كان يخرج من فتحات المترو. ما هو المشاهدات والذكريات كتيرة ومؤلمة، وكان أملنا الحقيقة أنه تمن
للدفع يكون قادر على تحويل الظروف والأحوال للأفضل. ونتمنى أنه يصيب أيضا يعني تلفزيوننا الرسمي تلفزيون الدولة يعني بعض من هذا التغيير اللي بننتظره وبنترقبه بالتأكيد. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود العزالي. يعني بعد الفصل مش هتكون معانا، هيكون معانا الطالب محمد عبد المنعم وهو طالب في أولى هندسة أصيب أثناء وجوده في محمود. هنتعرف كمان على تجربته ونستكمل استعراضنا لرؤى وتجربة الدكتور يحيى صلاح الدين ودكتورة رانيا صبحي. وكمان هنشوف دلوقتي تقرير عن وحدة إعادة التأهيل تأهيل الإبصار في القصر العيني المعنية بإعادة الإبصار لعيون الحرية. التعامل موجود النهارده وامبارح وهو امبارح موجود قدام الاتحاد المحمود هنا في الوزاره. لما حصلت احداث الثوره وشفنا حالات كتيرة قوي أصيبت في عينيها سواء العين واحدة أو في عينيها الاثنين، كانت بعض هذه الإصابات سيئة للغاية بحيث أن حتى التدخل الجراحي كان يعني قليل التأثير. يوم الإصابة بتاعتي كنت نازل عشان واحد صاحب اسمه علاء بيومي كان ألترس الأهلي وجات جثته والسيخ داخل في جنبه طلع من رقبته، فنزلنا عشان يعني كم واحد كده يعني من أصحابه، فتهنا من بعض في التحرير فبدور عليهم في محمد محمود. لما احنا دخلنا عشان نجيب الناس ضربوا نار، فاحنا جرينا ولفنا ظهرنا وبنجري، انا وقعت ببص ورايا يعني بلف نفسي ضربت بالنار اتشلت على طول. واتنا على طول للقصر العيني وعمل عمليات في عينين الاثنين في القصر العيني يوم الاصابه. خياطه قرنيه وجسم زجاجي وسيليكون. المعينات البصريه بتتعامل مع ضعف الابصار بعد ما المريض يكون خلاص يعني قام بجميع الجراحات وقام بجميع النظارات بتاعته وبرضه النظر ما وصلش لمستوى يؤهله ان هو يشتغل او يعني. فاللي عملناه هنا في وحده التاهيل البصري في القصر العيني اننا نحاول نساعد الناس دي على انها تعيش حياه شبه طبيعيه. هو طبعا التكلفة عالية جدا للأسف المريض، لأن احنا خرجنا بره الحاجات التقليدية فبدأنا نتعامل مع تكنولوجيا أعلى، كل ما التكنولوجيا بتعلى كل ما التكلفة بتكون أعلى. يمكن لو تبرعات كافة عيان أو اتنين احنا محتاجين لأهل الخير أكتر إن هم يساعدوا على أساس إننا تغطي أكتر، لأن أنا عندي أمل ما يجيليش عيان وأقول له لا أنا ما أقدرش لأن الفلوس ما كفتش او كده. دكتور علي طه ومشكور قال لي احنا مش هنسيبه مش ومهما كانت التكاليف ومهما كان اي حاجه هو مش هيدفع حاجه وهنجيب له احسن حاجه. والحقيقه ودكتور محمد يعني كلهم مش عارفه يعني انا اتفاجئت بالمعامله وبحسن المعامله واتفاجئت ان ادهم شاف الحروف دي، كانت احسن طبعا مفاجاه ليا النهارده. يعني اتبسطت اول لما بصيت كده على الجهاز ولقيت الحروف، يعني كان بقالي كتير ما ما كنت في سياحه الفنادق يعني ما بشوفش الحروف بالانجلش كده. المصابين في الثوره اهل الخير متبرعين لهم ان هم الاجهزه ديت تبقى مجاني، لكن مش هيقتصر دور عمل القصر العيني او مركز التاهيل البصري للقصر العيني على بس المصابين، احنا كمان هنوسع هذا الاتجاه. الهدف ده هيتحقق ان شاء الله لو الناس ساعدتنا. التكلفة مش كبيرة قوي يعني حوالي 1,000,000 جنيه 1,200,000 ممكن تكون بيها جميع التجهيزات بتاع الوحدة على المستوى العالمي، وعندنا الكوادر هنا في القصر العيني كافية وندربها في وقت قياسي ان شاء الله وبنقوم بخدمة رائعة للناس. والفكرة الرئيسية هي ان الناس ياريت تنتبه وتساعدنا. تحية واحترام وتقدير لدكتور علي طه ولكل أطباء العيون في مركز ووحدة إعادة تأهيل الإبصار بالقصر العيني، ومجهود رائع وجبار يعني من ناحية الطبية ومن ناحية الاجتماعية ومن ناحية الإنسانية ومن ناحية الوطنية. الحقيقة إنه بندي أمل لبعض وبندي أمل للمصابين إنه عينيكوا ما راحتش هدر ويعني ما تمش التبرع بيها لأجل لا شيء، ولكن في تمن وفي ناس مقدرين لهذه
هذه التضحية. اسمحوا لنا نرحب ب محمد عبد المنعم. ومحمد عبد المنعم من أبطالنا المصابين. أصبت محمد وأنت في ثانوية عامة. كنت في ثالثة ثانوي، كنت في سنة تانية ثانوي، كنت جايب مجموعة 98%. كنا طبعا الثانوية العامة بالنسبة للطلاب بتبقى حاجة صعبة جدا يعني. كان المجموع ده كان مطلوب مني أنا أحافظ عليه، بس في نفس الوقت لما شفت طبعا أحداث محمد محمود ومعاملة الشرطة والجيش للمصابين، حتى المصاب ما كانش بيترحم بلا استثناء، أي حد كان بيتمسك كانش فيه رحمة خالص، كان أسلوب همجي من الطرفين بصراحة. فطبعا قررت أن أنا أنزل، فاتصبت في عيني اليمين طلق خرطوش في نفس الوقت اللي كان فيه اللي هو منصور العيسوي كان بيدعي ان مفيش طلق خرطوش خالص في ميدان التحرير. انا ساعتها استغربت جدا يعني، بس انا يعني حتى في ادعاءات ان كان في ناس مدنيين هم اللي بيضربوا، لا انا متاكد ان اللي ضربني لابس زي شرطه. شفته؟ ايوه. لا هي كانت الدنيا ضلمه ما اقدرش احدد ملامح وشه. حتى بالنهار لو حضرتك تلاحظي في الفيديوهات كان دايما الضباط بيبقوا لابسين ماسكات عشان ما حدش يقدر يتعرف على ملامح، ماسكات الغاز بالحق تحميهم من الغاز. وعلى الرغم من كده نجحت بتفوق في الثانويه العامه وحققت المركز الرابع على محافظه القليوبيه ودخلت كليه الهندسه. الحمد لله مفيش حاجه عطلتك. الحمد لله مفيش حاجه كسرتك. محبط ساعات؟ ساعات. ايه سبب ساعات الاحباط؟ ساعات بحس ان يعني انا الحمد لله بحاول اعمل اللي عليا يعني. وقت ما كان في مظاهرات وحسيت ان دكتور عصام شرف مش قادر يأدي شغله، نزلت وعبرت عن رايي. شغلتي الحاليه اللي هي كطالب الحمد لله بأدي فيها وبحاول ان انا اتفوق على قد ما اقدر. وصلت لايه؟ سمعت انك طلعت الاول على دفعتك كمان. ما شاء الله الحمد لله. بس برضو لسه البلد مشاكلها كتير ومفيش استقرار، كل يوم بتحصل حوادث كبيرة. مش في يوم وليلة يعني، برضو نفسنا طويل وبرضو مكملين ورا حلمنا وأملنا عيش حرية كرامة إنسانية أو عدالة اجتماعية، كلها مطالب أكيد بإذن الله هنحققها. دكتورة رانيا، علشان نؤهل مصاب العيون ونعيده للحياة مرة تانية بدون ما تكون عينه معيقة ليه، ده بيتطلب إيه؟ وحضرتك بيتطلب مرحلتين يعني. هو التأهيل ده مش تأهيل بس في الرؤية، تأهيل في التأهيل معنوي كمان يعني. معظم المصابين وحتى الدكاترة اللي عالجوا المصابين عدوا بمراحل نفسية كثيرة جدا يعني. فجأة الواحد كان شايف بعينه وفجأة فقد البصر في العين دي، ومهما كان من اتقان العمليات وجراحات عمر ما النظر هيرجع زي الأول قبل ما يحصل إصابة. فالتأهيل بيبقى تأهيل معنوي، وده من خلال بعض الدكاترة النفسيين، والتأهيل بقى في الرؤية نفسها من خلال المركز التأهيل اللي هو أعد ده، ان احنا بنحاول نحسن الرؤية للمريض باستخدام بقى أجهزة المعينات البصرية اللي هي بتحاول تكبر مثلا الصورة وده بيعتمد برضو هل الإصابة حصلت في عينين الاثنين ولا في عين واحدة. احتواء كامل للمصاب، دعم طبي صحي وفي نفس الوقت في تأهيل نفسي مهني كمان مهني. يعني وتأهيل مهني يعني، تأهيل مهني ده دور يعني منظمات برضو المجتمع المدني ان هم يعني في ناس زي ما دكتورة رانيا قالت اللي فقد عينين الاثنين ده لازم يعاد تأهيله، يتعلم يشتغل برايل بعد ما يعدي مرحله التأهيل النفسي. جزء كبير من المصابين ما كانوش موافقين على التأهيل النفسي رغم انه كان مهم، فكان الدكتوره منى الرخاوي والدكتوره منال عمر كانوا بيتعاونوا ان هم بيعملوا زي جروب ثيرابي ان الناس تقعد مع بعض وتتكلم، ده كان بينفع بعض الحالات بس كتير ما كانش بيروحوا. الجزء الثاني المهم التأهيل المهني. التأهيل المهني هو ده اللي بنطلبه برضو من منظمات المجتمع المدني والناس اللي عندها خبره في كده، ان هم يقدروا يساعدوا يعني الشخص ممكن الكارير بتاعه يتغير. يعني واحد كان بيشتغل شغلانه معينه محتاج ابصاره طبعا بيتغير. كم مصاب اتأهل بالفعل وخرج من وحده التأهيل؟ وحده التأهيل هي لسه بقالها كام شهر، انا مع يعني انا ما اعرفش الارقام، الدكتور علي طه هو المسؤول عنها، لكن هي الوحده دي مسؤوله عن المصابين وغير المصابين يعني. هي طب الحالات اللي كنت مسؤول عنها دكتور صلاح الدين ودكتور هو سليمان، هو للاسف الغالبيه العظمى من الاصابات لان هي كانت بخرطوش او برصاص مطاطي، فكانت اصابات جسيمه وتقريبا
90% ما رجعش او اكتر ما رجع لهمش الابصار او جزء بسيط من الابصار ما يفيدش حتى في الحركه يعني. ودول اللي كان حظهم الجي في عين واحده في ناس جي في عينها الاثنين, وفي ناس معروفين رضا عبد العزيز واحمد حراره يعني في ناس تانية, ده كل ده في محمد محمود غير اللي في اثناء الثوره قبل وبعد. يعني ما زال علينا مسؤوليه كلنا بقى يعني كل المجتمع ان احنا نساعد الناس في التاهيل المهني ده مهم جدا, ونعمل لهم دعم ان هم يقدروا يمشوا بقى في حياتهم المهنيه ويعيشوا كافراد لهم يعني الحق ان احنا نفتخر بيهم وان هم يستحقوا يعيشوا حياه جميله يعني. بالتاكيد مش هيتنسوا طول ما في يعني اطباء وحكماء رائعين وطنيين زيكم, احنا متاكدين ان هم مش هيتنسوا, واحنا طبعا دورنا كبير كمواطنين واكيد كاعلام ان احنا كمان نفضل متابعين للموضوع ومتابعين للجهود ومذكرين من تسلموا قياده الامور انه لولا هؤلاء ولولا تضحياتهم لما كنتم في اماكنكم الان. ما تنسوهمش وما تعاقبهمش لانه في النهايه الامور دي مش هتتنسي, ولو لم يتم الاستفاده بشكل جيد من هذه التضحيات بالتاكيد الامور هتنقلب الى ما هو أسوأ, سواء احباط او فقدان للامل او ياس اللي في كل الاحوال مش هياخدنا الى الافضل كلنا في مصر. اشكركم شكرا جزيلا. بس قبل ما عايزين يعني النهارده في ذكرى محمد محمود, واعتقد في مسيرات وسمعنا بيان من الشرطه مثيل للبيانات اللي كانت بتطلع قبل الاحداث قبل كده ان في ناس عايزه تخرب وكده, ان شاء الله ما يكونش في حد عايز يخرب زي ما كل مره ما كانش في حد عايز يخرب, لكن نرجو ان يعني يلتزم وضبط النفس, مش عايزين نشوف تاني, مش عايزين يكرر الماساه تاني المتكرره على طول. يعني بعد انتخاب رئيس مدني مش معقوله ان احنا بنشوف نكرر كل حاجه تاني الاصابات ونقعد نستنى. فنرجو امنيه انها لا تتكرر, بس هل تعتقد يعني ارجو ان يكون في حد عنده احساس بمسؤوليه واحساس بانه يعني بالبلد وبالمواطن المصري وشايل الجميل للناس اللي ضحت قبل كده, وده مش مفروض يحصل يعني مش مفروض. اللي متأكدين منه انه كل المسيرات وفعاليات الإحياء لذكرى محمد محمود الأولى لن تكون بأي شكل من الأشكال عنيفة أو فيها شغب أو شيء, هي سلمية للتأكيد على أن كلنا فاكرين, ونتمنى أن يكون في يعني قوات الأمن بأقصى درجات ضبط النفس. أنا أعتقد أنه يعني كان في درس والكل فهمه والكل تعلم منه بشكل كبير جدا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور يحيى صلاح الدين, شكرا جزيلا دكتورة رانيا صبحي, شكرا جزيلا محمد عبد المنعم, ومنتظرين مزيد من النجاحات. شكرا جزيلا. ومشاهدينا هنروح لتقرير عن أحداث محمد محمود وتفاصيلها وترتيبها, من بعدها نكون مع الدواء وكتير بيكون الغذاء والفن وفرقة كايروكي. هذه المشاهد مجتمعة لن تمثل في ذاكرة مصر الثورة إلا أحداث شارع محمد محمود التي يمر اليوم على اندلاعها عام كامل. شهد العديد من التغيرات السياسية في مصر, البعض يراها إيجابية والبعض يرونها أبقت مصر في المربع رقم واحد, ولكنها ليست إلا ثمار هذه الأحداث. وقد بدأت الأحداث بنهاية مليونية المطلب الواحد يوم الجمعة 18 من نوفمبر عام 2011, حيث طرقت بعض الحركات ميدان التحرير وأصرت أسر الشهداء ومجموعات شبابية والألتراس على الدخول في اعتصام مفتوح. وفي صباح اليوم التالي 19 من نوفمبر قامت قوات الشرطة بفض اعتصام العشرات من مصابي الثورة في وسط الميدان بالقوة. تسارعت الأحداث بشكل لم يسبق له مثيل, حيث حاصرت الشرطة صينية الميدان لمنع المتظاهرين الذين بدأوا النزول تضامنا مع أسر الشهداء. فردت قوات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع بغزارة, فرد المتظاهرون بحرق سيارة أمن مركزي, وانتقلت الاشتباكات إلى الشوارع الجانبية للميدان ومنها محمد محمود. وبحلول المساء سقط أول شهيد, كما سقط أكثر من 80 مصابا بينهم 10 إعلاميين, وكانت معظم الإصابات في الوجه والعيون.
انتهى اليوم الأول بسيطرة الثوار على الميدان وتقهقر الأمن لشارع محمد محمود، وبينما كانت تجرى جهود للتهدئة بين الجانبين انقضت الشرطة مرة أخرى على الشباب من ناحية الشارع، ثم سيطرت على الميدان وأحرقت وأسقطت كل ما فيه من خيام ومتعلقات ليصل الاشتباك إلى ذروته ويحصد الموت في هذا اليوم 9 شهداء. نجح الثوار في اليوم الثالث بالتقدم إلى منتصف شارع محمد محمود وسط شائعات بأنهم يستهدفون وزارة الداخلية، لكن الشرطة استعادت الشارع بحلول مساء يوم الاثنين بعدما كثفت استخدامها للرصاص المطاطي الذي أفقد الثائر أحمد حرارة بصره والغاز المسيل الدموع الوارد حديثا من أمريكا، وكانت بعض الإصابات بالرصاص الحي الذي نفت وزارة الداخلية استخدامه نهائيا ونسبت الأمر إلى الطرف الثالث. خرج المجلس العسكري عن صمته وأصدر بيانا دعا فيه إلى الحوار وضمن حق التظاهر السلمي، وكلف وزير العدل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث، إلا أن يوم الثلاثاء لم يحمل تهدئة فسقط 7 شهداء جدد بالخرطوش والرصاص الحي فتضاعفت أعداد المتظاهرين. وهنا تحدث المشير حسين طنطاوي لأول مرة في خطاب رسمي وليس بيانا صادرا عن المجلس العسكري أعلن فيه سقوط حكومة عصام شرف التي كان الثوار ينتقدون عجزها من اليوم الأول لها، كما تعهد لأول مرة بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل يونيو عام 2012. ولم يكن هذا التعهد كافيا للثوار فبقي الوضع كما هو يوم الأربعاء الذي استشهد فيه 7 ثوار من بينهم الطبيبة رانيا فؤاد بالمستشفى الميداني بميدان التحرير نتيجة الاختناق بالغاز. وهنا تطورت المطالبة بتحديد جدول زمني لنقل السلطة إلى المطالبة بتنحي المجلس العسكري فورا وسط اشتباكات متقطعة في شارعي محمد محمود والفلكي. وفي يوم الخميس 24 نوفمبر كانت بداية التهدئة بنزول الجيش إلى الميدان وشارع محمد محمود واختفاء الأمن المركزي تماما، حيث أقام الجيش حواجز خرسانية وصخرية في جميع الشوارع المؤدية من ميدان التحرير إلى وزارة الداخلية للفصل بين المتظاهرين والجنود، وأقام مستشفى عسكريا مجهزا بالميدان. وتقدم المجلس العسكري باعتذار رسمي، وفي المساء استقبل المشير طنطاوي الدكتور كمال الجنزوري لتكليفه بتشكيل الحكومة. وكان يوم الجمعة 25 نوفمبر النهاية الرسمية لأحداث شارع محمد محمود بمليونية الفرصة الأخيرة التي احتفل فيها الثوار بهزيمة الأمن المركزي. الحصيلة النهائية للأحداث كانت نحو 41 شهيدا و4000 مصاب من الثوار، إلى جانب 125 مصابا من الشرطة، وتغيير حكومي كامل وتعهد عسكري بنقل السلطة قبل منتصف 2012. وقد تسببت الأحداث أيضا في تحويل التحقيق في قضية مزبيرو إلى النيابة العامة وتقديم أول ضابط شرطة للمحاكمة في أحداث ما بعد الثورة هو قناص العيون الضابط محمود الشناوي.